السلام عليكم. طبعا كتير قوي من اللي بيتفرجوا عليا جالهم مخلفات قبل كده، وده لان غدار مش عاتق حد. طب لو قلت لكم ان في غدار للمذنبات والكويكبات حد هيصدقني؟ ايوه زي ما سمعتوا بالظبط، وهو ده موضوعنا النهارده. ولكن في البدايه احب ادعو حضراتكم بالاشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. بس استاذنكم في كام خبر مهم لازم تعرفوه. اول خبر معانا بيقول ان نظام الكواكب الخارجية المثالي رياضيا مكان كويس جدا للبحث عن التكنولوجيا الفضائية. ليه انا بقول كده؟ لان في شهر 12 اللي فات اكتشف علماء الفلك نظام نجمي رائع موجود على بعد 100 سنة ضوئية. النظام ده بيحتوي على 6 كواكب بيدوروا حوالين النجم بتاعهم في مدارات مثالية رياضيا، وده اثار اهتمام بعض العلماء اللي بيبحثوا عن تكنولوجيا غريبة، وبيقولوا انها ممكن تقدم دليل على وجود حياة متقدمة خارج كوكبنا. النظام اللي بنتكلم عنه HD 110 67. تم رصد النظام ده من حافة كوكبنا، وعشان كده اترصدت الست كواكب في مستوى نظامها. بيقول ستيف كرافت المؤلف المشارك في الدراسة ان التقنية الحديثة اللي في برنامج بريك ثرو انتشرت في نظامنا الشمسي كله خارج المنطقة الصالحة للسكن. والحضارة الصديقة للنظام النجمي ده لو موجودة هيكون عندها كذا مرحلة اتصال على كواكب النظام بتاعها اللي هم الست كواكب. لما تم الاعلان عن الاكتشاف ده استخدم العالم كرافت اكبر تلسكوب في العالم قابل للتوجيه بالكامل، جرين بانك. ودوروا في النظام كله عن علامات التكنولوجيا الفضائية، وخصوصا الاشارات اللي كانت موجودة. والمفاجأة هنا ان الاشارات كانت غايبة، وده دليل دامغ على البصمات التقنية المحلية في النظام النجمي. لكن مع الاسف صعب نميز الاشارات دي عن المصادر الطبيعية لموجات الراديو والاشارات التكنولوجية الخاصة بالبشر. ببساطة كان في كوم متقشم الاشارات وهما بيدوروا على الابرة، ولكن الفريق استخدم بعض التقنيات علشان يتأكدوا ان الاشارة المكتشفة ملهاش علاقة بالتداخل المحلي. التداخل المحلي يعني الحاجة اللي احنا عملناها. لكن على النقيض فالظواهر الفيزيائية الفلكية الطبيعية بتبس موجات راديو عبر نطاق اوسع بكتير. يعني من الاخر الاشارات الصادرة عن جهاز الارسال على كوكب بيدور حوالين نجم هتنجرف مع الوقت ونلاحظها من على كوكبنا. بتقول كارمن تشوزا المؤلفة الرئيسية في الدراسة الموضوع عامل كأن عربية عدت من جنبك وكان صوتها عالي جدا، طبعا كل ما تبعد عنك الصوت بيقل. في النهاية لازم تعرفوا ان النتائج ما بتلغيش وجود البصمات التقنية في النظام ده. كمان النتائج بتقول انهم ما بعتوش ولا اشارة، ولكن حاليا بيتعمل دراسات دقيقة عن كواكب النظام ده، لان بيانات الحجم والكتلة هتسلط الضوء على التركيب الكيميائي بتاع النظام. وباستخدام المعلومات دي ممكن نجري هندسة عكسية لتطور النظام علشان نعرف آليات تكوينه. في النهاية العلماء بيقولوا ان تقدم الابحاث حاليا افضل من اي وقت قبل كده. الخبر اللي بعد كده بيقول ان هيتم تخريج دفعة رواد فضاء من وكالة ناسا بكرة ان شاء الله، فيهم 2 من الامارات، والدفعة دي هتبقى مجموعة وكالة ناسا رقم 23 من رواد الفضاء المرشحين والمؤهلة للقيام بمهام فضائية. لازم تعرفوا ان الدفعة دي تعتبر تحول كبير في برنامج رحلات الفضاء البشرية، ولو كل حاجة مشيت تمام فالمجموعة دي هتتجه لسطح القمر ولمحطة جيت واي الفضائية اللي هتعملها وكالة ناسا في مدار القمر. ده كله على فكرة في اطار برنامج أرتمس. والحمد لله كل المرشحين خلصوا تدريبات المشي في الفضاء وروبوتس وأنظمة المحطات الفضائية وإتقان طائرات T-38. ندخل بقى في بيت الوحش، الرادار الفضائي. لازم تعرفوا ان انظمة الرادار ممكن تلعب دور فريد من نوعه في الدفاع عن كوكبنا من خلال اكتشاف الكويكبات والمذنبات في مسارات تصادمية مدمرة مع كوكبنا. حاليا في نظام رادار واحد بس موجود لاكتشاف الصخور الفضائية اللي بتهددنا، وهو رادار جولدستون التابع لوكالة ناسا. والرادار ده لعب دور مهم جدا في اكتشاف الاجسام الفضائية اللي بتهددنا. الخطوة اللي بعد كده بتركز على نظام الجيل التالي من رادار NG التابع المقصد الوطني لعلم الفلك الغدوي، وده اللي بيستخدم تلسكوب جرين بانك القابل لإعادة التوجيه بالكامل. العلماء بيقولوا ان في اكتر من 1.1 مليون كويكب في نظامنا الشمسي، 30,000 منهم قريبين مننا، ولحد النهارده اكتشفنا 90% بس منهم. وعلى فكره عرض الاجسام دي اكبر من كيلو، بس الحمد لله مفيش ولا مدار فيهم بيهدد كوكبنا في الوقت الحالي. بس ما تنسوش ان في 10% ما تمش الكشف عنهم. لازم تعرفوا ان الرادارات بتستخدم موجات الراديو علشان
بتحدد مسافة الأهداف وسرعتها. طب أنظمة الرادار بتتكون من إيه؟ أولاً هوائيات مرسلة بتبث موجات الراديو، اتنين هوائيات الاستقبال اللي بتلقطها لما تنعكس، فالموجات المرتدة دي هي اللي بتساعد في الكشف عن الكويكبات والمذنبات. وبيقول توني باسلي مدير المرصد الوطني لعلم الفلك الغدوي إن في تطبيقات كتير لمستقبل الرادار، بتبدأ من تطوير معرفتنا بنظامنا الشمسي لحد توفير المعلومات لرحلات الفضاء الروبوتية ورحلات الفضاء المأهولة وتحديد خصائص الأجسام الخطيرة اللي بتبعد عننا، لحد مهمات إعادة توجيه الأجسام الخطيرة زي مهمة الضعف. وفي طرق تانية زي تفجير جهاز نووي على سطح الأجسام دي أو سحب الكويكبات باستخدام الشعاع الشمسي، بس الاختلاف في كل ده في الوقت اللازم لإتمام المهمة. عشان كده احنا محتاجين تحذير من قبلها بوقت كافي، وهنا بقى يجي دور الرادار الفضائي. بيقول باتريك تيلور مدير مشروع NG رادار إن الاختبارات الأولية بتاعت الرادار أثبتت قدرته على الكشف عن سكان النظام الشمسي بتفاصيل مذهلة. ميزة الرادار ده إن هو بيستخدم جهاز إرسال منخفض الطاقة، بس صور القمر بأعلى دقة تم التقاطها من هنا على الإطلاق، فتخيلوا اللي هيحصل لو في جهاز إرسال أقوى. الخبر اللي بعد كده بيقول ان رادارات وكالة ناسا رصدت كويكب الدستان بيقرب من كوكبنا. الجسم اللي بنتكلم عنه OS7-2008 قرب من كوكبنا في 2/2 اللي فات، بس كان على المسافة الآمنة اللي هي 2.9 مليون كيلومتر، يعني 7.5 مرة المسافة بين كوكبنا والقمر. استخدم العلماء في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا رادار النظام الشمسي لإنتاج سلسلة من الصور للكويكب. لازم تعرفوا ان الكويكب ده بيعمل دورة كاملة حوالين الشمس كل 2.6 سنة، وبيمر جوه مدار كوكب الزهرة في أقرب نقطة ليه من الشمس وأبعد نقطة ليه في مدار المريخ، يعني نقطة الحضيض بتاعته عند كوكب الزهرة ونقطة الأوج بتاعته في مدار المريخ، وتصنف على إنه خطر محتمل بالنسبة لكوكبنا. بس وفقا للملاحظات الجديدة فالكويكب ده بيقرب من مدار كوكبنا كل 200 سنة. عرض الكويكب من 150 ل 200 متر، وبيدور بمعدل بطيء غير معتاد، وبيعمل دورة كاملة كل 29 ساعة ونص. أما الرادار اللي رصده DSS-14 فده نظام الرادار الوحيد القابل للتوجيه بالكامل، وبيكون من طبق هوائي طوله 70 متر، وبيستخدموه لمراقبة الحطام الفضائي وأجسام نظامنا الشمسي والكويكبات القريبة من كوكبنا. استنى رأيكم تحت في التعليقات. لحد نخصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.